الآونة الأخيرة طبعا هاجرت كمية كبيرة من السودانيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك أدى إلى تبلور فكرة عمل منظمة لخدمة الأهداف للسودانيين والمجتمع السوداني الموجود في أمريكا هنا. فالفكرة نبعت في منطقة تكساس لما مجموعة من الإخوان اللي تجمعون المهنة وبيجمعون العمل العام في الأساس، وتمخضت عنا ولادة المنظمة الأمريكية السودانية للعلاقات العامة. وهذه المنظمة تهدف إلى خدمة مصالح السودانيين المتواجدين بالولايات المتحدة الأمريكية. فنحن نرجو إنه الناس يعني يدعمونا في هذه المنظمة ويعرفوا إنه تماماً نحن ما عندنا أي خلفيات ولا أهداف ولا أجندة مخفية. من ضمن أهداف المنظمة هي الدفع بتفجير طاقات السودانيين خاصة Next Generation لتطوير المجتمع السوداني في أمريكا هنا، ونحن استفدنا من تجارب الشعوب الأخرى ودرسناها وحاولنا نستخلص منها كيف وصلت هذه الشعوب للنجاح في داخل المجتمع الأمريكي. الهدف الأساسي هو التعليم، الصحة، وأيضاً الدخول في الأعمال التجارية الصغيرة. المنظمة السودانية الأمريكية هي منظمة غير ربحية وغير سياسية وغير دينية، وتعمل على تحقيق مصالح السودانيين الأمريكيين بالولايات المتحدة الأمريكية.